Bienvenue aux visiteurs de l'E360 dans Sexpertise, l'émission où les Marocains parlent de leur sexualité et les experts décryptent. في الحلقة ديال اليوم غادي نتطرقوا الموضوع ديال تأثير ديال التطرف على الحياة الجنسية. واحد من هاد الضحايا ديال التنظيمات الإسلامية المتطرفة وضع فينا الثقة ديالو وتكلم معنا على التجربة ديالو داخل هاد التنظيمات. هذا واحد تصريح جد مؤثر، نستمعوا ليه. البداية كنت صغير ما كنت واعي بالتنظيم، تقريبا في حدود تقريبا 16 عام كاك 17 عام عادة بديت كنحس براسي بأنني وسط واحد التنظيم إسلامي. المرة الأولى كان كيبان، وهذا عموما لما عند غالبية الأطفال أو الناس اللي كيتجهوا لهاد التنظيمات في هذيك السن أنه كيبان ليه واحد التنظيم أولا ناس كمجتمع موازي للأسرة أو الحاضن الأكبر، فهمتي اللي كتحتاج عليه. ثاني حاجة هو الديني اللي كتلقى الإلزامات، كتلقى الناس كيدويو بالقرآن كيدويو بالسنة كيدويو بالحديث، داكشي تجدهم ناس أعلم منك. عموما هاد السوجي يعتبر طابو، وإذا تم يعني النعاش ديالو أو لا تداوله وسط هاد الجماعات يتم عن طريق بصيغة أو لا بوازيع يعني ديني شرعي، كيعطيه واحد الصبغة دينية. ملي كيهضرو على مواضيع جنسية، لنفرض أنهم جالسين في واحد المجلس وبديو يتكلموا على لنفرض آداب النكاح بالمصطلح ديالو، وداك بين قوسين كاين كتاب زعما نهضرو في الكتب ديالهم اللي كانوا كيداولو يدرس هذا الموضوع. هم بطريقه غير يعني لا واعيه انهم كيحرضوا او لا كيخليوا ان الطفل او اللي باقي في سن مراهقه، استعملوا المصطلح لانه كيتفاعل كيبدا يسمع هذوك المواضيع، وهو اصلا مسكين ما عمرو ما طلاق، عمرو ما مسلم على بنت اصلا. كاين السلام ما بين الرجل والمراه كان محرم، غير باش كاين حديث ديال النبي كيقول ان يطعن بيدك بمخيط يعني برا يعني نضربك بالبرا في اليد خير لك من ان تمس يد امراه اجنبيه، يعني امراه لا تحل لك او لا ما عندك حتى شي علاقه بها، ما عندك الحق تسلم عليها. هذا الاتصال بغض النظر عن الرؤيه والمشاهده والمفاتين وكذا وكذا، هذا المصافحه كما كتسمى، هذه كانت محرمه بدليل شرعي يعني بدليل وجود الحديث. ملي كتشوف هاد العظام ديال هاد الامور كتقول اذا هاد الشيء راه ما خصوش يدار، كدير تضيع على راسك كدير تنعادل. دابا انا نفرض مثلا حنا كنا كنشوفو كتوبه اولا كنطلبو خيفة يعني كخبية، كتب مثل تحفة العروس، هذا من الكتب المراجع عند السلفية او الجماعات التنظيمية، هادو تحفة العروس كيوريك عدد الزواج وكذا وكذا، ولكن حنا كنا كنطلعو عليه وداكشي خبية بما انه ما مزوجينش باقي مراهقة، ولكن ما عندناش فين نشوفو داكشي، التلفازة ما كاينش، الانترنت ديك الساعة راه ما كاينش هاد الشيء، يعني ما كاينش كبالنسبة للكتب. هاد الكتب بطريقة غير مباشرة انت اش كدير؟ عند راسك كتلقى داكشي كتخيلو كتيماجيني ياك، وكيزيد عاوتاني يحرك فيك الدواخل ديالك، ولكن او ماي طاش هذا كتقول انا شي كنقرا هادشي راه شرعي، انت هذا هو السبب يعني ماشي كتنافق راسك بطريقه شرعيه، تقول انا كنقرا هادشي كتب، كاين هو كاين هذا كيما قلت لك ادب النكاح كاين الروض العطير، يعني كاع الكتب اللي دينيه تتكلم عن الجنس، يعني كنقول لك الجنس راه في الكتب راه ذاكرين شي تفاصيل راه محفزات اكثر من الفيديوهات البورنوغرافيه بهذا المعنى، فهمتي راه ماشي كيعطوك اوصاف يقول لك الراجل الفوق ما يكونش مرتاح لانه عنده اضرار وكذا بحال هذا الشيء بالنسبه للدري الصغير او لو وصل سميتو اللي محروم اللي عمرو ما عزيز كيبدا يتحرك اشنو كيبدا يفكر اذا خصو يتزوج. بيان سور راه ما كاينش العلاقات كما كنسميهم
صداعات او صحيب او كذا وكذا، شي محرم. يعني خصو يدوز ديريكت، خصو يدوز المرحله ديال الزواج ديال الامر الشرعي. كيشوف الناس اللي حداه اللي دايرين به الاضحى او اللي داخل هذاك التنظيم، كيشوف فيهم بانهم مزوجين، وماشي غير مزوجين، مزوجين ودايرين تعدد. فهمتي؟ اذا هذا كيبان لك بان السيد اللي معاه مرتاح من جانب نفسي جنسي، عنده مراه، عنده جوج، عنده ثلاثه، وهو جالس مريح مع دري مسكين كيعرخ بيا الكتب ديال كيف تعامل زوجتك في الفراش وكذا 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 وكذا. هاد الامور كيخليو ان الشاب كيشكل عنده واحد البارادوكس. فهمتي؟ Que dire de plus? Sauf que cette initiation à la sexualité laisse des séquelles chez ces personnes. Mais une chose est sûre, le rapport et corps est aliéné à jamais. Cet ensemble de facteurs amène à des situations extrêmes. Le chercheur en sciences islamiques Mohamed Abdelwahab Rafiqi nous en dit plus à ce sujet. طبعا المشكل الكبير المتعلق بالجنس والمتعلق بالتطرف هو، وخصوصا التطرف العنيف اللي هو الإرهاب، اللي هو القتال في بؤر القتال المعروفة، من أكبر الأسباب التي تدفع كثير من الشباب للالتحاق ببؤر القتال المتوترة هو الجنس. هذا أمر يجب الإقراء. علاش؟ لأن تنشوف أنه أكبر إغراء يغرى به الشباب في الأدبيات. كاين كتب في هذا الباب، كاين كتب في هذا الباب، كاين كتاب، كاين كتاب سميته عشاق الحور، يعني هاد المجاهدين الذين يجاهدون، يجاهدون عشقا في الحور. كاين الأحاديث والروايات الكثيرة التي تروى والتي يقال للشباب فيها، تيتقال لهم بأنك إذا مشيتي لسوريا ولا مشيتي للعراق وإذا قتلت في سبيل الله ولا قمت بشي عملية فأنت أول جزاء وأعظم جزاء يزوج بثنتين وسبعين من الحور العين. والكتب التي تدرس، أنشي كتب تدرس لهؤلاء الشباب الذين يريدون الذهاب إلى مثل هذه الأماكن، فيها تفصيل لهذه 72، واحد تفصيل طويل، كيف هي في الشعر ديالها، في الجسد ديالها، في السيقان ديالها، كيفاش، وكيف أن الرجل يعطى قوة 40 ولا قوة 70 رجلا، وكيفاش أنهم، لدرجة أنه يفسر لهم حتى بعض القرآن يفسر على هذا السياق. مثلا لما يقول القرآن الكريم، تيقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، تيجيو ما تفسر، تيقول لك شنو هاد في شغل، تيقول لك هاد في شغل هما الحور العين وهما الأبكار. وبالتالي الموضوع الجنسي موضوع حاضر بقوة. تنشوفوا الفيديوهات اللي فيها مثلا الشباب اللي غادي يقوموا بعمليات انتحارية، وبالمناسبة في إحصاء بعض المجلات 90% من الناس اللي تيقوموا بالعمليات الانتحارية بين 16 سنة و 30 سنة، وبالتالي في قمة الهيجان الجنسي مع الظروف القاسية اللي عندهم في الدول ديالهم، وهم متدينين عندهم وازع ديني انهم ما يديروش حياه جنسيه خارج الزواج، وبنفس الوقت لا يستطيعون الزواج، فتيجيه هذا الاغراء. هذا هو اكبر اغراء ممكن. قلت تنشوفوا في هذيك الفيديوهات وهو مقبل على العمليه، غادي يمشي يدير العمليه، تيقول بعد قليل ساقابل الحور العين، بعد قليل موعدي مع الحور العين، اقترب موعد لقائي بالحور العين. ولما تيعاودوا لك على هذوك الناس اللي بعد العمليه، في حكايات كثيره موجوده في الادبيات ديال الجهاديين، تتلقى دائما تيتحدثوا ان هذاك السيد لما تقتل قبل ما يموت، ديك اللحظات ديال سكرات الموت، تيقول هنا تنشوف الحور العين، ها هما امامي، الحور العين التقيتهم، فزت ورب الكعبه، ها هما الحور العين. فالموضوع الجنسي دائما حاضر، دائما بشكل كبير جدا. هو طبعا ما غاديش يقولوا لك، ولكن بدون ان يشعر في الخطاب ديالو، حتى في التبشير الذي يبشر به هؤلاء الذين يدعون الى الارهاب والى هاد الالتحاق ببؤر القتال، دائما الموضوع الجنسي هو الحاضر اولا. وكما قلت لك، يعني كاينه كتب وكاينه ادبيات وكاينه وكاين 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 مؤلفات خاصه في الترغيب في ما يسمونه الجهاد، لان الجزاء الاكبر فيه هو الحر، هو الحر العين، لدرجه انهم لا يتحدثون على الجنه كجنه، ما تتحدث على الموضوع
على الموضوع النسائي بالخصوص. وهانتي عاوتاني الا شفتي معايا الموضوع الجهاد بعمومه في هذا الشكل السيء الذي تقوم بهذه التنظيمات المتطرفه اليوم. الحديث مره يتحدثوا على جهاد النكاح، مره يتحدثوا على الاسيرات، على دائما موضوع الجنس والنساء والمراه، والمراه موجود. كاين من الاغراء اللي تغرى به الان الناس من اجل انهم يلتحقوا انه ستهيئ له المراه الزوجه التي سيتزوجها هناك، انه غادي يلقى عدد من الاسيرات وملك اليمين كما وقع مع الايزيديات وغيرهم، وان هناك اسواق لبيع 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 النساء. ثم تيقول وفي حاله حتى لو انك فارقت الحياه كاين ما هو اعظم وافضل، تلقى 72 ديال الحور العين. سي لا فان دو سيت ايميسيون، كنعطيكم موعد الحلقه الجايه ميم اور ميم اندرو مع الموضوع ديال لا سيدكسيون. Où s'arrête la drague ou commence le harcèlement ?